قصة ناستيانكا. إن لي جدة عجوز عشت معها منذ كنت بنية صغيرة بعد أن فقدت أبي وأمي في سن مبكرة جدا، وأغلب الظن أن جدتي كانت في الماضي غنية لأنها تحب أن تتذكر أيامها الخوالي التي كانت خيرا من أيامها الآن. وقد علمتني اللغة الفرنسية ثم سمت لي أستاذا، فلما بلغت من عمري 15 وأنا اليوم في 17 أنهيت دراستي. وفي ذلك الحين إنما ارتكبت حماقات، لن أقول لك ماذا فعلت، ولكن اعلم أن الأخطاء التي اقترفتها لم تكن كبيرة، غير أن جدتي نادتني في ذات صباح وقالت لي أنها بسبب عماها لا تستطيع أن تراقبني، ثم تناولت دبوسا شدتني به إلى ثوبها وأعلنت لي عندئذ أننا سنظل نعيش على هذا النحو حياتنا كلها إذا لم يصبح سلوكي أقرب إلى العقل والحكمة. معنى هذا أنني أصبحت لا أستطيع أن أسير خطوة واحدة لأعمل وأقرأ وأتعلم، أصبح علي أن أمكث قرب جدتي دائما. وفي ذات مرة أردت أن أستعمل المكر والحيلة، فرجوت تيكلا أن تأخذ مكاني، إن تيكلا خادمتنا وهي صماء. حلت تيكلا محلي ونامت جدتي على مقعدها، وأسرعت أنا أمضي إلى صديقة لي، وانتهى الأمر نهاية سيئة. فحين استيقظت جدتي كنت ما أزال غائبة، فطلبت شيئا لظنها أنني قربها، فأدركت تيكلا ذلك ولكنها لم تستطع أن تلبي رغبتها، وفكرت فيما عساها أن تفعل فانتهت إلى هذا القرار، انتزعت الدبوس وهربت. توقفت ناستينكا عن الكلام وهي تنفجر ضحكة، فضحكت معها فسرعان ما كفت عن الضحك وقالت: لا تهزأ بجدتي، إنني أضحك لأن الأمر كان سخيفا وما عساي أن أفعل وهي عمياء، ولكنني أحبها مع ذلك. ما أكثر ما وعظتني يومئذ بعد أن أمرتني أن أظل قربها ومنعتني من أي حركة. نسيت أن أقول لك أننا نمتلك بيتا، أعني أن جدتي تملك بيتا، هو بيت ليس له إلا 3 نوافذ على واجهته، وهو من خشب كله طاعن في السن كجدتي، وفي أعلاه غرفة تحت سقف القرميد، وقد جاء مستأجر جديد يسكن تلك الغرفة. قلت: إذا كان يسكن قبل المستأجر الجديد مستأجر قديم. أجابت: وكان يعرف كيف يصمت خيرا منك. حقا كان لا يكاد يحرك لسانه، إنه شيخ قصير أعجف أخرس أعمى أعرج، لذلك لم يقوى على البقاء طويلا فمات، فجاءنا بعده بقليل مستأجر جديد. إننا لا نستطيع أن نعيش بغير مستأجر، لأن معاش جدتي هو موردنا الوحيد، وشاءت المصادفة التي تشبه العمد أن يكون المستأجر الجديد شابا، ولم يكن هذا المستأجر الشاب من مدينتنا، وإنما قد أتى إليها لقضاء زمن. وإذ لم يساوم فقد آجرته جدتي الغرفة فورا، ونادتني وسألتني: قولي لي يا ناستينكا، أهو شاب أم لا؟ فلم أشأ أن أكذب عليها فقلت: لا يمكن القول أنه فتى، ولكنه ليس بالكهل. فأمعنت جدتي وسألتني: وهل هو حسن المظهر وسيم الطلعة؟ فقلت لها: نعم هو كذلك، لأنني لم أشأ أن أكذب عليها أيضا. فصاحت جدتي عندئذ تقول: آه يا للمصيبة يا للمصيبة، لقد سألتك هذا السؤال يا ناستينكا حتى لا تنظري إليه كثيرا، ويا لهذا الزمان من زمان، مستأجر حسن المظهر ثم هو لا يدفع أجرا أكبر، لم يكن الأمر كذلك في زماننا. إن جدتي تتحدث دائما عن العهد الخالي الجميل، فتقول فيما تقول أنها كانت يومئذ فتية، وأن الشمس كانت يومئذ شابة، وأن الشمس كانت أكثر دفئا، وكانت القشدة لا تفسد بسرعة كما تفسد في هذا الزمان، كان كل شيء حسنا في ذلك العهد الجميل. وسكت وأنا أفكر،
لماذا تسألني جدتي هل هو جميل وهل هو فتى؟ على أنني ألقيت هذا السؤال على نفسي ببساطة دون أي فكرة مبيتة، واستمررت أعد الأبازيم وأحيك الجوارب، ثم نسيت كل شيء. وهذا هو المستأجر الجديد يجيء إلينا في ذات صباح يذكرنا بأن ورق جدران غرفته يجب تغييره. فقالت لي جدتي عندئذ: هيا أسرعي إلى غرفتي يا ناستينكا فأتيني بكيسي. فوثبت فورا وقد احمر وجهي لا أدري لماذا، ناسية نسيانا كاملا أنني مشدودة إلى ثوب جدتي بدبوس. فبدلا من أن أنتزع الدبوس في رفق حتى لا يلاحظ المستأجر شيئا، وثبت مسرعة، فإذا بالمقعد وجدتي يتبعاني في رحلتي. فلما قدرت أن المستأجر قد عرف عني عندئذ كل شيء ازددت احمرارا، وتسمرت في مكاني لا أتحرك، وانفجرت باكية في نشيج. لقد شعرت في تلك اللحظة بخجل رهيب وعار فظيع، وتمنيت لو أغور 100 متر تحت الأرض. صاحت جدتي تسألني: لماذا وقفت؟ فازداد بكائي، فأدرك المستأجر عندئذ اضطرابي فحياني وخرج. ومنذ ذلك الحين أصبح يتملكني قلق قاتل كلما سمعت ضجة في الدهليز، فأقول لنفسي: إنه المستأجر، وأسارع فأنزع الدبوس برفق وهدوء. ولكنه كان لا يجيء، وانقضى أسبوعان، وكلف المستأجر تيكلا أن تقول لنا أن لديه كتبا فرنسية كثيرة، وأن تسألنا هل تأذن لي جدتي أن أقرأ لها هذه الكتب لأسليها. ولكن جدتي سألت عن هذه الكتب إن كانت كتبا فاضلة، وأضافت تقول لي: إن لم تكن كتب فاضلة فلن تستطيعي أن تقرأيها يا ناستينكا، وإلا علمتك الشر والرذيلة. سألتها: لماذا يا جدتي؟ ما عسى أن تضمه هذه الكتب؟ قالت: هي كتب تتحدث عن رجال يغوون البنات الفاضلات، إذ يعدونهن بالزواج فيأخذهن من أسرهن، ثم يهجرون هاته الفتيات الشقيات ويتركونهن للقدر يعبث بهن على ما يشاء، فيهلكن عندئذ في حياة بائسة تعيسة. لقد قرأت كثيرا من تلك الكتب التي بلغ مؤلفوها من الحذق والبراعة في كتابتها أن المرء يقضي ليلته كلها يقرأها ثم يقرأها. هل سمعت يا ناستينكا؟ إياك أن تفتحي هذه الكتب. ما هي الكتب التي أرسلها هذا الشاب؟ هي روايات بقلم والتر سكوت يا جدتي. والتر سكوت، لا شك أن في الأمر شيئا. انظري يا ناستينكا، هل ترين في هذه الكتب بطاقات صغيرة حلوة؟ لا يا جدتي، ما من بطاقة. انظري تحت الغلاف، إن هؤلاء الأوغاد يضعونها في كثير من الأحيان تحت الغلاف. لا شيء تحت الغلاف أيضا يا جدتي. حسنا إذن. وشرعنا نقرأ والتر سكوت، واستطعنا في أقل من شهر أن نقرأ نصف الكتب التي أعارنا إياها جارنا. ثم أرسل إلينا كتبا أخرى، فقرأت بوشكين، فما هي إلا فترة قصيرة حتى أصبحت لا أستغني عن القراءة. وبلغت من ذلك أنني كففت تماما عن التساؤل: كيف أستطيع أن أتزوج أميرا صينيا؟ وفي ذات يوم التقيت بالمستأجر على السلم. كانت جدتي قد أرسلتني في أمر من الأمور. وقف الشاب فاحمر وجهي واحمر وجهه أيضا، ثم ابتسم وحياني وسألني عن أنباء جدتي، وقال لي: هل قرأت كتبي؟ فأجبته: نعم. فقال: أي منها أحببت؟ فقلت: إيفان هوي وبوشكين. كذلك انتهى حديثي. وبعد أسبوع التقيت به مرة أخرى، وكنت في هذه المرة قد شعرت بالحاجة إلى الخروج من أجل نفسي. كانت الساعة هي الثالثة، وكان المستأجر عائدا إلى المنزل. قال لي: يومك سعيد؟ فأجبته: يومك سعيد. أليس يجرك كثيرا أن تلبثي مع جدتك طوال النهار؟
فأحمر وجهي من هذا السؤال احمرارا قويا، وشعرت بخجل شديد، وأحزنني أن أرى الغرباء يسألونني عن هذا الأمر، وأردت أن أنصرف دون إجابة، ولكنني لم أقوى على ذلك. اسمعي، إن لك قلبا طيبا نبيلا، فاعذريني إذا أنا قلت لك هذا الكلام، ولكنني أريد لك الخير أكثر من جدتك نفسها، أليس لك أية صديقة؟ فأجبته بأن لي صديقة هي ماشينكا، ولكنها سافرت إلى بيسكوف. هل تحبين أن تسحبيني إلى المسرح؟ إلى المسرح؟ وجدتي؟ تستطيعين أن تنصرفي بهدوء ورفق، فما يشعر بخروجك أحد؟ لا 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 أريد أن أخدعها. إلى اللقاء. إلى اللقاء إذن. كذلك أجاب دون أن يزيد شيئا، ولكنه جاء إلينا بعد العشاء ولبث يتحدث مع جدتي مدة طويلة، وسألها هل هي تخرج أحيانا وهل لها أصدقاء، ثم قال فجأة: لقد استأجرت اليوم شرفة في الأوبرا، إنهم يمثلون حلاق إشبيليا، وكان يجب أن يسحبني بعض الأصدقاء، غير أن مانعا طرأ في آخر لحظة، فأصبحت الشرفة خالصة لي وحدي. صاحت جدتي: حلاق إشبيليا، تلك التي كانوا يمثلونها في العهد الماضي الجميل. قال: نعم هي نفسها. ونظر إلي، وكنت أنا قد فهمت كل شيء، فأخذ قلبي يخفق أملا ورجاء. قالت جدتي: آه، لقد غنيت بنفسي دور روزين في عرض بيتنا ذات مرة، إنني أعرف هذا الدور معرفة جيدة. قال المستأجر: تعالوا إذا معي، وإلا ضاعت الأماكن سدى. فقالت الجدة: نعم هيا بنا، ولم لا، إن ناستيانكا لم تذهب يوما إلى المسرح، ما أجملها متعة يا رب. وما لبثنا أن ارتدينا ملابسنا وخرجنا. كانت جدتي تحب الموسيقى كثيرا، وكانت عدا ذلك طيبة القلب جدا، فهي تحب أن تسرني، وما كان لنا أن نذهب إلى المسرح وحدنا. لا أستطيع أن أصف لك الأثر الذي أحدثته في نفسي أوبرا حلاق إشبيليا، ولكن المستأجر ظل طوال تلك السهرة ينظر إلي بعينين فيهما من الطيبة، ويحدثني بكلام فيه من العذوبة ما جعلني أدرك فورا أنه قد أراد أن يمتحنني في الصباح حين عرض علي أن أخرج معه وحيدة. ما كان أشد فرحي، لقد رقدت على فراشي في تلك الليلة فخورة مفتونة. كان قلبي يخفق خفقانا شديدا، حتى لقد أصابتني حمى، وحلمت طوال الليل بحلاق إشبيليا، وقدرت عندئذ أن جارنا سيكثر من تردده علينا. ولكن ظني لم يصدق، لقد انقطع عن زيارتنا انقطاعا يشبه أن يكون تاما، لعله أصبح لا يزورنا إلا مرة واحدة في الشهر، وهو لا يزورنا هذه الزيارة أيضا إلا ليدعونا إلى المسرح. ذهبنا إلى المسرح مرتين أخريين، ولاحظت أنه كان يشفق علي ويرأف بي ويرثي لحالي، إذ يراني وحيدة مع جدتي دائما. ولكنني كنت أنا أفقد الهدوء يوما بعد يوم، وأصبح يستحيل علي أن أبقى ساكنة النفس مطمئنة البال، حتى لقد صرت أعجز عن القراءة ولا أستطيع أن أعمل، وكنت أبكي في كثير من الأحيان، وسرعان ما نحلت وأوشكت أن أمرض. لقد انتهى موسم المسارح، وأصبحنا لا نرى جارنا البتة، فإذا صادفته مصادفة، وذلك يكون على السلم دائما حياني صامتا برصانة وجد، كأنه لا يريد أن يكلمني، فاستمر على الدرجة التي أكون عليها من السلم بينما يكون هو قد خرج، وكنت أحمر عندئذ احمرارا شديدا، لأنني كنت لا أراه إلا ويصعد الدم إلى رأسي. ها أنا ذا أوشك أن أختم قصتي. منذ سنة تماما في شهر أيار، جاء المستأجر يكلم جدتي. كان قد سوى جميع شؤونه وأعماله، فعليه أن يعود إلى موسكو، وسيمكث هناك سنة. فلما سمعته يقول ذلك الكلام شحب لوني،
وتهاويت على كرسي كالميتة. لم تلاحظ جدتي شيئا بطبيعة الحال، أما هو فقد خرج بعد أن حيانا مودعا. ماذا كان علي أن أعمل؟ فكرت طويلا طويلا، ثم عزمت أمري أخيرا. قلت لنفسي: ما دام مسافرا في الغد فسوف أراه متى نامت جدتي. وذلك ما وقع. حزمت جميع أثوابي وملابسي في سرة وصعدت إليه وأنا أقرب إلى الموت من الحياة. أحسب أنني سلخت ساعة برمتها في صعود السلم، فحين فتحت عليه الباب فأبصرني أطلق صرخة. لا شك أنه ظنني شبحا من الأشباح، ذلك أنني لا أكاد أستطيع الوقوف على ساقي. فلما رآني على هذه الحال أسرع يجيء بماء لينعشني به. كان قلبي يبلغ من شدة الخفقان أن صداعا ألم برأسي، وأنني أصبحت لا أفهم ما يجري من حولي. وثبت إلى رشدي بعد قليل، فوضعت سرتي على السرير وجلست غارقة في دموعي، دافنة رأسي في يديه، وسرعان ما فهم هو كل شيء. فها هو ذا يقف أمامي شاحب الوجه، ينظر إلي نظرة تبلغ من الحزن أن قلبي يفطر لها. قال لي: ناستيانكا، اسمعيني، لا أستطيع شيئا، إنني فقير وليس لي أي مركز، فكيف عسانا نعيش إذا أنا تزوجتك؟ تحدثنا طويلا وفقدت صوابي آخر الأمر فقدانا تاما، فأعلنت له أنني لن أستطيع أن أعيش بعد الآن مع جدتي. قلت له إنني سأهرب، فلست أريد أن أبقى مشدودة إلى جدتي بدبوس، وأنني سأتبعه إلى موسكو شاء أم أبى، فقد أصبحت لا أستطيع أن أستغني عنه. كان الخجل والحب والكبرياء كل شيء في نفسي يتكلم في آن واحد، وتهالكت على السرير مرتعشة أشد الارتعاش. كنت أشعر بذعر من تصور رفضه. لبث صامتا بضع لحظات، ثم نهض واقترب مني وتناول يدي وقال لي منفعلا أشد الانفعال: عزيزتي الطيبة ناستينكا، أقسم لك أنني إذا استطعت يوما أن أتزوج فلسوف تحققين أنت وحدك سعادتي. نعم أنت وحدك. اسمعي ما سأقوله لك: أنا مسافر إلى موسكو وسأقضي هناك سنة تماما، وآمل أن أسوي أموري، فإذا عدت بعد إذ فوجدت أنك لم تنسيني ساعدنا معا، أقسم لك على ذلك. أما الآن فلست أستطيع ولا يحق لي أن أعدك بشيء، على أنني أؤكد لك أنني إذا لم نحقق سعادتنا في السنة القادمة فسنحققها في يوم من الأيام حتما، هذا إذا لم تؤثري علي شخصا آخر بطبيعة الحال، ذلك أنني لا أستطيع ولا أجرؤ أن أربطك بعهد. تلك كانت أقواله، وسافر في الغدات. اتفقنا على أن لا أحدث جدتي بشيء، فكذلك أراد. هذه هي قصتي، أنهيت سردها لك تقريبا. وقد انصرمت السنة وعاد صاحبي إلى بيترسبرغ وهو هنا الآن منذ 3 أيام، وصحت أسألها مستعجلا معرفة النهاية: وماذا؟ فأجابت ناستينكا وكأنها تجاهد نفسها: ما رأيته بعد، ولا تلقيت منه كلمة، لا شيء. وصمتت وخفضت رأسها وانفجرت تنحب انتحابا قويا تمزق له قلبي. لم أكن أتوقع هذه الخاتمة. قلت بصوت متردد: ناستينكا لا تبكي، أناشدك الله لعله لم يصل بعد. ما يدريك، صاحت ناستينكا تقول: بل وصل، إنه هنا، أعرف ذلك، ولقد وضعنا هذا الشرط في الليلة التي سبقت سفره حين تنزهنا هنا على رصيف النهر. خرجنا من البيت معا بعد حديثنا، وكانت الساعة 10، وجلسنا على هذا المقعد، وقد كففت من البكاء، كنت سعيدة بالإصغاء إلى كلامه، كل السعادة. قال إنه سيأتي إلينا متى عاد، فإذا كنت ما أزال أحبه، كشفنا جدتي بكل شيء، وقد وصل، فأنا أعرف ذلك، ولم يبلغني منه شيء بعد.
قالت ذلك وطفقت تبكي من جديد. صحت أقول واثبا وقد تملكني غم شديد، رباه، ألا نستطيع أن نفعل شيئا لدفع هذا الكرب؟ قولي يا ناستينكا، ألا يمكنني أن أذهب إليه؟ فأجابتني وهي ترفع رأسها بسرعة وقوة، أهذا معقول؟ قلت وقد عدت إلى صوابي، طبعا لا، ولكنك تستطيعين أن تكتبي إليه رسالة. فأجابت بلهجة قاطعة وهي تخفض رأسها من جديد متحاشية نظرتي، لا، هذا لا يمكن أن يكون. فتابعت كلامي ملحا، لماذا يا ناستينكا؟ ثقي بي، فلن أسيء نصحك، إن من الممكن أن نسوي كل شيء، لقد خطوت الخطوة الأولى، فلماذا تحجمين الآن؟ لا أستطيع، لا أستطيع، لا أريد أن أكرهه إكراها. قطعتها أقول مبتسما، يا عزيزتي الصغيرة، أنت مخطئة، إن من حقك أن تخاطبيه لأنه قطع لك عهدا، ثم إنني أفهم من كل ما قصصته علي أنه رجل مرهف العواطف رقيق المشاعر. وتابعت أقول وأنا أزداد اقتناعا بمنطق براهيني، لقد كان سلوكه حسنا جدا، قطع لك على نفسه عهدا وأعلن أنه لن يتزوج غيرك، وترك لك حرية رفضه إذا شئت، فبوسعك إذن أن تقومي بالخطوة الأولى، ذلك من حقك تماما ما دمت تمتازين عليه بقدرتك على أن تجعليه في حل من عهده. ولكن ما عساك تكتب؟ أكتب ماذا؟ الرسالة، أكتب هكذا، السيد المحترم، هل ضروري أن تكتب السيد المحترم؟ تماما، ثم إنني أرى، طيب، وماذا تكتب بعد ذلك؟ السيد المحترم، معذرة، إذا أنا، لا داعي إلى أي اعتذار، فالأمر مصوغ من تلقاء نفسه، أكتبي فقط ما يلي، أكتب إليك راجية أن تغفر لي نفاد صبري، فإن الأمل قد جعلني سعيدة سنة بكاملها، أفأكون مذنبة إذا أنا لم أطيق احتمال الشك يوما واحدا؟ ترى هل تغيرت نياتك وقد عدت؟ إن رسالتي ستنبئك في هذه الحالة بأنني لا أدينك، فليس يدان امرئ لأنه لا يملك زمام قلبه، ذلك هو القدر، إنك إنسان رفيع العواطف، فلن تبتسم إذن حين تقرأ هذه الأسطر التي تدل على نفاد الصبر ولن ترميها إلى الأرض، تذكر أن فتاة بائسة هي التي تكتب هذه الأسطر، إنني وحيدة وليس لي أحد يرشدني ويسدد خطايا ويسدي إلي النصح، ولم أستطع أبدا أن أسيطر على قلبي، فسامحني إذا كان قد نبت شيء من الشك في هذا القلب، إنك لا يمكن أن تريد إدلال تلك التي أحبتك ذلك الحب كله وما تزال تحبك، لا تريد إدلالها ولو بالخيال. هتفت ناستينكا تقول وقد سطع الفرح بعينيها، نعم، ذلك ما كنت أفكر فيه، لقد وجدت لي مخرجا من شكوكي، إن الله نفسه قد أرسلك إلي، أشكرك أجزل الشكر، وأعرب لك عن أعمق الامتنان. لماذا أرسلني الله إليك؟ كذلك أجبتها وقد أسعدني أن أتأمل وجهها الصغير الذي أشرق بشرا وبهجة. قالت، من أجل هذا كله، آه يا ناستينكا، إنني أنا الذي أشكر لك أن قد أتيح لي أن ألقاك، ولسوف تحيين دائما في ذكراي. كفى، استمع إلي الآن، قلت لك إننا قد تواضعنا على هذا الشرط، وهو أن يبلغني عودته متى عاد برسالة يودعها إحدى صديقاتي المخلصات التي تجهل عنا كل شيء، فإذا لم يستطع أن يكتب، لأن المرء لا يقدر أن يقول كل شيء في رسالة، جاء إلى هذا المكان نفسه يوم وصوله ذاته في الساعة 10، ولقد بلغني نبأ وصوله، ولكنني لم أتلق منه شيئا، ولست أستطيع أن أترك جدتي في الصباح، فانقل أنت هذه الرسالة إلى صديقتي غدا في الساعة المبكرة، فتتولى هي إرسالها إليه، فإذا جاء منه جواب،
حملته إلي بنفسك في مساء غد، ولكن الرسالة لابد من كتابتها، فلن نستطيع أن نتلقى الجواب إذن إلا بعد غد. فأجابت تقول وقد اضطربت بعد الاضطراب: الرسالة، ولكن. ولم تتم كلامها بعد أن أشاحت وجهها واحمرت حتى أصبحت بلون الورد. ثم إذا أنا أشعر برسالة توضع في يدي، لا شك أنها كتبت وختمت منذ مدة، وبرقت في خيالي ذكرى حبيبة لطيفة روزين. كذلك غنيت، ثم غنينا معا روزين، وأوشكت أن أعانقها في غمرة هذا الفرح الذي ملأ نفسي، وكانت قد ازدادت احمرارا، وهي تضحك الآن من خلال دموعها التي ترتعش على أهدابها الجميلة كأنها اللآلئ، وقالت أخيرا بسرعة: كفى كفى، إلى اللقاء، إليك الرسالة وإليك العنوان الذي سننقلها إليه، إلى اللقاء، إلى الغد. وضغطت يدي ضغطا قويا، وحيتني مودعة بحركة من رأسها، وانصرفت تشق طريقها نحو الجادة الصغرى كالسهم مسرعة. لبثت في مكاني زمنا طويلا أشيعها بنظراتي: إلى الغد. كذلك ترجمت هذه الكلمات في نفسي حين غابت عن بصري. الليلة الثالثة. كان النهار حزينا ممطرا لا تتخلله فترات صحو، كما ستكون شيخوختي. إن أفكارا غريبة قد عذبت روحي، وإن مسائل مبهمة مضطربة قد هزت فكري، وأنا لا أقوى على حلها، لا ولا أرغب في حلها. لن نلتقي اليوم، وحين افترقنا أمس كانت السحب تغطي السماء وكان الضباب ينتشر في الفضاء. قلت لها إن الجو سيكون في الغد رديئا، فلم تجب بشيء، ذلك أن هذا النهار سيكون مشرقا بضوء الشمس في نظرها، فما من غيمة يمكن أن تعكر سعادتها. لقد قالت لي: إذا أمطرت فلن نلتقي لأنني سأمكث في بيتي، ولكنني أملت أن لا تفطن إلى هطول المطر وأن تأتي مع ذلك. وأمس كان لقاؤنا الثالث، كانت ليلتنا البيضاء الثالثة. لشد ما يتفتح الإنسان ويزدهر ويزداد جمالا حين يملأ الفرح قلبه وحين تفيض نفسه بالسعادة، وكأن القلوب تريد أن ينتشر بعضها في بعض، فترغب أن ترى من حولها البهجة والضحك، وما أشد سريان هذا الفرح بالعدوى. كان في أقوال ناستينكا لي كثير من حنان وطيبة وحدب، وكانت نفسها تفيض مدارات لي، فهي تلاطفني وتشجع قلبي. وما أروع الفتن الأخاذ في ذلك الدلال والغنج اللذين كانت سعادتها تضفيهما عليها، حتى لقد نسيت، فخطر ببالي في بعض اللحظات أن يا رب كيف أمكن أن يدور في خلدي ذلك؟ كيف أمكن أن أكون أعمى هذه العماوة كلها بينما لم يكن شيء لي أنا، وكان كل شيء للآخر؟ لم يكن حنانها علي، ولم تكن ملاطفتها لي، ولم يكن حبها إياي، لم يكن هذا كله إلا ثمرة فرحها بلقائها القريب معه، وإلا الرغبة في إشراكي في سعادتها. فلما رأت أنه لم يأتي وأننا انتظرنا عبثا، غدت قاتمة خجلة، لم تعد حركاتها ولا أقوالها منطلقة خفيفة فرحة كما كانت من قبل. والغريب أنها ضاعفت ملاطفتها لي، كأنها تريد على غير شعور منها أن تملأني بمخاوفها وبرغبتها. وفجأة بلغت صغيرتي ناستينكا من فرط الخجل والخشية والخوف أنها أدركت أخيرا فيما أعتقد أنني أحبها، وأنني أشفق على حبي البائس. فكذلك نحن نشعر بألم الآخرين شعورا أعمق حين نكون أشقياء معذبين، إن عاطفتنا تشتد عندئذ وتتقوى. لقد جئت إليها طافح القلب، وقاسيت كثيرا من العناء في انتظار لحظة اللقاء، لم أكن أتنبأ بما سأشعر به حين ذلك، ولم أكن أتوجس من الخاتمة،
وكانت هي مشرقة الوجه تنتظر جوابه، وكان الجواب أن يحضر هو نفسه، الإنسان الذي تحبه. وصلت قبلي بساعة، فكانت في أول الأمر تضحك لكل شيء، لكل كلمة من كلماتي. وقد بدأت أتكلم ثم سكت فجأة. قالت: هل تعلم لماذا أنا سعيدة هذه السعادة كلها برؤيتك؟ هل تعلم لماذا أحبك كل هذا الحب؟ قلت وقد اختلج قلبي: لماذا؟ إنني أحبك لأنك لم تقع في حبي. لو كان شخص آخر غيرك في مكانك لما تركني وشأني هادئة البال، بل لعذبني عذابا شديدا ولسقط مريضا. إنك طيب جدا. قالت ذلك وضغطت يدي ضغطا بلغ من القوة أنني كدت أصرخ، وانفجرت ضاحكة. قالت بعد لحظات بصوت رصين: ولكنك صديقي، أرسلك الله إلي، ما كان عسى أن تصير إليه حالي لولاك الآن. ألا ما أعظم إخلاصك وتنزهك عن الغرض، ألا ما أطهر عاطفتك وأصفاها وأنقاها. حين سأتزوج سنبقى صديقين، سنبقى كأخوين بل أكثر. حزنت حزنا رهيبا وأنا أسمع هذه الكلمات، ومع ذلك فإن شيئا يشبه أن يكون ضحكة داخلية قد تحركت في نفسي. قلت لها: أنت خائفة، أنت تقدرين أن الآخر قد لا يأتي، أليس كذلك؟ أجابت: ما هذا الكلام الذي تقول؟ لو كنت أقل سعادة فلربما كنت أبكي من سوء ظنك هذا ومن ملاماتك هذه. على أنك قد أنبت في نفسي معاني سأفكر فيها في المستقبل، بل إنني أستطيع أن أعترف لك منذ الآن بأن فيما قلته شيئا من الحق. إنني أنتظر وأحسب أنني مسرفة في الابتهاج والفرح، ولكن كفانا حديثا عن العواطف. وسمعنا في هذه اللحظة وقع خطوات، وظهر لنا رجل في الظلام، كان مقبلا علينا. ارتجفنا كلانا، وأوشكت هي أن تطلق صرخة. تركت يدها وأردت أن أنصرف، ولكننا كنا قد أخطأنا الظن، فإنه لم يكن هو القادم. قالت وهي تمد إلي يدها من جديد: لماذا هذه الخشية؟ لماذا نبت يدي؟ لسوف نراه معا، إني أريد أن يرى كم يحب أحدنا الآخر. صحت أقول: كم يحب أحدنا الآخر؟ وقلت في نفسي: آه يا ناستينكا، ما أكثر الأشياء التي كشفت عنها في هذه الأقوال. إن هذا الحب يجمد القلوب ويشجي النفوس. إن يدك باردة ويدي تحترق كالجمر. ما أعماك يا ناستينكا؟ ألا إن السعداء لا يطاقون ولا يحتملون، ولكنني لا أستطيع أن أزعل. وطفح قلبي أخيرا وقلت: اسمعي يا ناستينكا، هل تعلمين كيف قضيت نهاري؟ كيف قضيت نهارك؟ قل بسرعة، لماذا ظللت صامتا حتى الآن؟ أولا قمت بما كلفتني به، نقلت الرسالة إلى صديقتك، ثم عدت إلى بيتي فرقت. قاطعتني ضاحكة: أهذا كل شيء؟ أجبتها وأنا أكظم في عالي الذي فضحته دموع غبية ترقرقت في عيني: نعم، هذا كل شيء تقريبا. واستيقظت قبل موعدنا بساعة، وكان يخيل إلي أنني لم أنم، لا أدري ماذا حدث لي، لم يبقى للزمان عندي وجود. بعد أن أصبح كل إحساس فريد أعانيه وكل شعور جديد أكابده لا بد أن يبقى في نفسي إلى الأبد، لكأن الحياة كلها قد توقفت. وتراءى لي حين استيقظت أنني أسمع منذ مدة طويلة أغنية رخيمة عذبة كأنها كانت منسية، وكأنها كانت تريد أن تنطلق من نفسي منذ الأبد. قطعتني ناسيانكا تقول: رباه، ماذا دهاك؟ إنني لا أفهم. أردت أن أطلعك على هذه العواطف الغريبة. كذلك أجبتها بصوت شاك يختفي فيه أمل بعيد جدا. فقالت وقد حزرت الماكرة الصغيرة ما أريد أن أقوله فورا: كفى، أسكت. وسرعان ما أصبحت طلقة اللسان كثيرة الكلام، فرحة النفس عابثة متخابثة، فتناولت دراعي وأخذت تضحك ثم تضحك،
وتسألني أن أضحك أيضا، وأصبحت كل كلمة من كلماتي الخجلة تثير فيها هذا المرح الصاخب نفسه، وبدأت أشعر بشيء من الغضب. قالت: هل تعلم أنني مستاء قليلا من أنك لم تتوله بحبي؟ ما أصعب فهم الرجال، ولكنك أيها السيد الصامد لا تستطيع إلا أن تحمد لي بساطتي، فأنا أقول كل شيء أية كانت السخافة التي تخطر ببالي. قلت وأنا أسمع أصوات الناقوس البطيئة تترجع في برج المدينة: أعتقد أن الساعة 11 تدق. فصمتت فجأة وأخذت تعد دقات الساعة، وقالت أخيرا بصوت متردد خجلان: نعم، هي الساعة 11. ندمت على أنني أرعبتها واضطررتها إلى عد دقات الساعة، ولمت نفسي على روح الشر هذه التي دفعتني إلى ذلك. أشفقت عليها فأخذت أهدئها محاولا أن أعلل غياب ذلك الذي كانت تنتظره. وجدت براهين واستخلصت نتائج، وما من أحد يمكن أن يخدع بأيسر مما كان يمكن أن تخدع به هي في تلك اللحظة. ذلك أن جميع الناس في مثل هذه الساعات يصغون فرحين إلى العزاء الممكن. وتابعت أقول: نعم، ليس في هذا غرابة، ما كان يمكن أن يأتي. لقد ضللت يا ناستينكا، لذلك أخطأت تقدير الزمان، إنه لم يكد يستلم الرسالة. فافرضي أنه لا يستطيع أن يجيء، وأنه يريد أن يرد برسالة، ففي هذه الحالة لا يمكن أن تصل رسالته إلا غدا. سأمضي أستلمها في ساعة مبكرة جدا من صباح الغد، فأنبئك بذلك على الفور. ثم إن هنالك 1000 احتمال ممكن، فلعله لم يعد إلى البيت، فلم يستلم الرسالة، كل شيء يمكن أن يحدث. أجابت: نعم، إنني لم أفكر، كل شيء يمكن أن يحدث. وكانت تتكلم سريعا بصوت حزرت فيه فكرة مختلفة بعيدة، وأضافت تقول: إذن ستذهب في أبكر ساعة ثم تنبئني هل هناك شيء، أنت تعرف عنواني. قالت ذلك وكررت ذكر عنوانها، ثم أصبحت لطيفة خجولة معي، وكانت تصغي إلي بانتباه. ولكن حين سألتها سؤالا على حين فجأة سكتت وأشاحت بوجهها، فلما نظرت في عينيها أدركت أن ما خطر ببالي صحيح، لقد كانت تبكي حقا. ما هذا؟ ألا إنك لطفلة، لا تبكي أرجوك. فحاولت أن تبتسم، ولكن ذقنها كانت ترتجف وكان صدرها ينهد لاهزا. قالت بعد دقيقة صمت: إنني أفكر فيك، إنك طيب القلب نبيل النفس، أيكون قلبي من حجر فما أتأثر من ذلك؟ هل تعلم فيما أفكر؟ لقد وزنت بينكما في ذهني، لماذا ليس هو أنت؟ لماذا لا يشبهك؟ أنت خير منه، رغم أنني أحبه أكثر مما أحبك. لم أجب بشيء، وكان يبدو أنها تنتظر جوابي. قالت: لعلني لم أفهمه بعد، إنني لا أعرفه معرفة تامة، كنت أخشاه دائما، فقد كان شديد الجد، أشبه بالمتكبر، ولكنه يظهر بهذا المظهر، أما قلبه فأرق من قلبي. إنني أتذكر نظرته حين جئت إليه حاملة سرتي، إنني أحترمه كثيرا، إنه أعلى مني. لا يا ناستينكا، أنت تحبينه أكثر من أي شيء في العالم، تحبينه أكثر كثيرا مما تحبين نفسك. أجابت بسذاجة: نعم ربما، ولكن اسمع، لن أتحدث عنه، بل سأقول كلاما عاما، إنني أفكر في هذا الأمر منذ زمن طويل، لماذا لا نكون جميعا كإخوة مع إخوة؟ لماذا يحتفظ دائما أفضلنا بسر في نفسه؟ لماذا هو يلزم الصمت؟ لماذا لا يقول أحدنا فورا كل ما في قلبه حين يكون واثقا أن الآخر سيفهمه؟ إن جميع الناس يبدون أقسى كثيرا مما هم قساة في الواقع، ويتخيلون أنهم يخفضون قيمة عاطفتهم إذا هم عبروا عنها بسرعة مسرفة. آه يا ناستينكا، إنك على حق،
ولكن البواعث كثيرة. لقد شعرت أنا نفسي أن علي في هذه اللحظة أن أقمع طائفة كبيرة من العواطف. أجابت بانفعال: لا لا، أنت لا تشبه الآخرين، لا أعرف كيف أقول لك ما أشعر به. قالت ذلك ثم أضافت خجلة وهي ترمقني بنظرة مختلسة: إنك الآن تضحي بنفسك في سبيلي، واغفر لي أن أخاطبك على هذا النحو، ولكنني فتاة بسيطة لم أرى الناس إلا قليلا، ولا أعرف دائما أن أعبر عما بنفسي كما يجب أن أعبر عنه. قالت ذلك بصوت مرتعش تختفي وراءه عاطفة قوية وكانت تحاول أن تبتسم، ثم أضافت: ولكنني أريد أن أفصح لك عن كل امتناني وشكري، إنني أحس بكل ما تفعله، وأسأل الله أن يهب لك السعادة جزاء هذا النبل وهذه الشهامة. إنما قصصته علي في ذلك اليوم عن الرجل الحالم لا يتناولك قط، أنت الآن أحسن حالا، لقد تغيرت فلم تبق ذلك الرجل الذي وصفته لي. إذا أحببت يوما فإنني أتمنى لك أن تتمتع بالسعادة الكبرى التي تستحقها، ولست أتمنى لها هي شيئا، لأنها ستكون سعيدة معك، أنا أعرف ذلك، فأنا امرأة وفي وسعك أن تصدق ما أقول. فرغت من الكلام وصمتت وضغطت يدي ضغطا قويا، وبلغت أنا من شدة الانفعال أنني لم أستطع أن أجيب، وانقضت لحظات. قالت أخيرا وهي ترفع رأسها: لن يأتي اليوم، فالوقت متأخر. فقلت لها بصوت جازم ولهجة قاطعة: سيأتي غدا. فقالت جدلة: نعم أنا مقتنعة بذلك، إلى اللقاء، إلى الغد، وقد لا آتي إذا أمطرت السماء، ولكنني سأجيء بعد غد مهما يقع لي، فتعال حتما، فإنني أريد أن أراك لأتحدث معك أيضا. فلما افترقنا مدت إلي يدها وتمتمت وهي تنظر في عيني: لأننا سنظل دائما معا، أليس كذلك؟ آه يا ناستيانكا، لو علمت كم أنا وحيدا الآن. حين دقت الساعة التاسعة لم أستطع أن أمكث في غرفتي، فارتديت ثيابي وخرجت رغم سوء الجو، وذهبت إلى هناك أجلس على مقعدنا، وأردت أن أجتاز شارع بيتهم ولكنني خجلت، فرجعت دون أن أنظر إلى نوافذ البيت. رجعت إلى غرفتي وقد استبد بي كرب شديد لم أعرف مثله في حياتي قط، وكان الجو كالحا رطبا، ولولا ذلك لخرجت أتنزه على شواطئ النهر طوال الليل. ولكن إلى الغد، إلى الغد، غدا ستقص علي كل شيء. ومع ذلك لم تصل منه رسالة اليوم، ولكن أليس هذا في طبيعة الأمور؟ إنهما الآن معاً.